في إطار المواجهات الحاسمة لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، حققت وزارة الداخلية نجاحات كبيرة ساهمت في تراجع تلك الظاهرة، وهو ما يجنب البلاد آثارها المدمرة اقتصادياً ومجتمعياً. فقد نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 6183 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6916 متهماً بحوزتهم قرابة 11 طن من مخدر البانجو، وأكثر من 850 كيلوغرام من مخدر الحشيش، و610 كيلوغرامات من مخدر أمفيتامين. ومع مواصلة النجاحات، تم ضبط قرابة 157 كيلوغرام من مخدر الهيروين، وأكثر من 100 كيلوغرام من بذور القنب، ونحو 75 كيلوغرام من مخدر الستروكس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 37 كيلوغرام من مخدرات الآيس والفودو والأفيون والقات. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط قرابة 743 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وضبط قرابة 300 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر، وضبط أكثر من 183 ألف قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 15 كيلوغرام من مؤثرات على الحالة النفسية والعصبية. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة خلال شهر ب 740 مليون جنيه. وفي إطار التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية 553 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. ضربات أمنية قوية عكست اليقظة الأمنية والاحترافية في مواجهة مافيا الإتجار في المواد المخدرة، وهو ما يوفر الحماية للشباب ويجنبهم من الوقوع في براثن الإدمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.